السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. فيديو اليوم في تجربة حسويها على جهاز الكوبس C111. بصراحة التجربة هذه اتسألت عنها في الكومنتات في فيديو شرح الجهاز. في بعض الخطوات والتركات اللي حاب أوريكم هي على الجهاز. بدون استفاضة في الكلام خلينا نشوف الخطوات بشكل عملي على الجهاز، تابعوني. بسم الله، نبدأ التجربة اللي قلت لكم عليها. نشوف جهاز كوبس C111 يشتغل بالماوس في حال كان التاتش سكرين مو شغال عندنا أو لأي سبب ثاني. نشوف الماوس إذا يشتغل على الجهاز ولا لا. هذا الجهاز شغال تمام، جبت ماوس عشان التجربة. للأمانة هذا سؤال اتسألت عليه في الكومنتات للفيديو حق شرح جهاز الكوبس، فقلت أجرب. هنحط من هنا تحت فتحة اليو اس بي تحت الشاشة، الحين ركبت الماوس كذا، الشاشة شغالة بالتاتش تمام، فحنجرب. ايوه نعم، نجحت التجربة، الماوس شغال. نختار utilities maintenance exit workplace calibrations. اذا بنختار مثلا تست نعمل له calibration. ايوه الماوس شغال. اذا الماوس يشتغل بنفس الطريقة بنفس الكفاءة على جهاز الكوبس. طيب اليوم حوريكم برضو بعض الملاحظات في جهاز الكوبس. يعني في حال احيانا كثير ناس يسألوني ليش نتائج الكالسيوم ما تزبط او الكاليبريشن ما يزبط، فغالبا المشكلة تكون من هنا من الووتر المستخدم في الجهاز. اتأكدوا دائما الافضل انه يكون الماء المستخدم مش ديستل ووتر، يكون دي ايونايزد ووتر. فاغلب المشاكل اللي بتؤدي لعدم نجاح الكاليبريشن والكنترول والنتائج تكون مش مظبوطة من الووتر. كمان الكلينر اتأكدوا انه فيه هنا من تحت هذه، اذا شايفين هذه برضو تحتاج نظافة من فترة لفترة. نفس الشيء بالنسبة للغطاء هنا حق الووتر، هذا من تحت فيه فلتر، اذا واضح عندكم فيه فلتر، مو واضح في التصوير بس الفلتر هذا ممكن تفك الغطاء هذا وتنظفه كل فترة وترجعه يعني. واهم شيء كمان تتأكد انه الماء المستخدم يعني مظبوط وما يسوي مشاكل مع التحاليل تمام. طيب الشيء الثاني بالنسبة لتغيير المحاليل، هنيجي هنا نضغط على المحاليل، هنفتح الغطاء. في ناس يسألوني كيف طريقة دخل محاليل ونركبها، فمن الأيقونة هذه حنضغط insert، حيقول لك scan البوتل باركود. البوتل باركود هي هذه الفايل هذه تمام، ففيها باركود، حنقرأ الباركود. في محاليل فيها 2 فايلز وفي محاليل فيها 1 فايل. يعني مثلا في حالة الجلوكوز مثلا في 2 فايلز، نقرأ الفايل الأول فحيقول لي insert، فخلال 10 أو 15 ثانية حتحط المحلول، هو حيجيب لك بوزيشن هنا فاضي تحط فيه المحلول، حتضغط اوكي ويقول لك سكان النكست او السكند فايل او الريجنت 2. برضو بنفس الطريقة تسوي سكان وتحطه هنا، خلاص حيظهر معاك المحلول زي ما شايفين هنا في الشاشة. عشان نخرج المحلول مثلا برضو بنفس الطريقة، مثلا نضغط جلوكوز، هنعمل نضغط على العلامة هذه، يقول لك remove
الديسك او الفايل من الديسك، فانا ما ابغى اخرجه، هعمل كانسل. هذا بالنسبة لكيف ادخل المحاليل على الجهاز. الشيء الثاني، كيف اعرف الجهاز على المحاليل. هنجي من ايقونة اليوتيليتيز في الابليكيشنز في اللاب باراميترز. محلول جديد الجهاز لسه ما تعرف عليه قبل كده، فحضغط علامة الزايد وحامل import application بنفس الباركود سكانر. هنعمل فيه ورقة تيجي داخل العلبة حقة المحلول فيها باركود، اعرف الجهاز بالباركود، هيظهر لي زي ما انتم شايفين كده بالعلامة هذه، زي هنا مثلا AST و ALT، تكون كده بين قوسين، يعني الجهاز اتعرف على المحلول بس يحتاج انستول. فحنضغط عليه، نضغط علامة الزايد، حيقول لك انستول ابليكيشن. في حال الجهاز اصلا متعرف على نفس اللوت نمبر ونفس المحلول، فلما تضغط انستول حيقول لك يعني اوريدي انستولد، تمام. في حال كان جديد خلاص حيقول لك سكسسفولي انستولد. طيب في مسألة ثانية برضو، نتأكد مثلا محلول الجلوكوز، تمام، عشان نتأكد الكنترولات اللي أنا مستخدمها متوافقة مع نفس المحلول ولا لا. في نجي هنا عند الكنترول في المات كود نمبر 1، في البامفلت حق المحلول حيكون كاتب لك المحلول هذا متوافق مع كنترول رقم كذا، الرقم هو هنا مات 1، حتي تغير الرقم من هنا بعلامة الإيديت، نغير الرقم وتعمل اوكي، تمام. نفس الطريقة مات 2، يعني كنترول 1 كنترول 2 بنفس الطريقة، عشان احيانا في ناس يسووا الكنترول كل شيء مظبوط، الكاليبريشن مظبوط، بس الكنترول ما يزبط، يكون في الرقم هذا مختلف عن المكتوب في البامفلت، فحبيت انبه على الموضوع هذا. في بالنسبة للكنترول والكاليبريشن، كيف اعرف الكنترول والكاليبريشن؟ من الورك بليس هنجي في اللوت داتا، هنا الكنترول، تمام، في شوف كنترول 1 كنترول 2، فعشان اعرف على كنترول جديد حضغط هنا اد نيو لوت علامة الزايد، واعرف بالباركود برضو، وحيعمل لي انستول، حتنزل لي هنا كنترولات الجديدة باللوت الجديد بالاكسباير ديت الجديد، تمام. الكاليبريشن بنفس الطريقة، هنا في سيفاس ليبيد وفي سيفاس الجهاز مثلا، تمام. فابغى اعرف، حضغط هنا اد نيو، مجرد ما ضغطت علامة الزايد وسويت سكان للباركود حق الكاليبريشن الجديد، فحيقول لي تبغى تغير اللوت الجديد، يعني او تحط اللوت الجديد وتحذف القديم، هتعمل اوكي، تعمل اوكي عشان يغير لنا اللوت الموجود هنا باللوت الجديد. بعدها اقدر اسوي كاليبريشن زي ما شرحت لكم في الفيديو السابق، من خيار الكاليبريشنز اي محلول ابغى اسوي له كاليبريشن، حضغط من هنا علامة الزايد، اختار المحلول، في الحالة هذه مثلا توتال بروتين محتاج كاليبريشن، حامل نكست، وححط الكاليبريشن او السيفاس اللي انا حضرته زي ما كاتب لنا هنا في رقم 1، بعدها اسوي صح واعمل رن. طيب بالنسبة للكنترولات برضو من هنا QC status، هذه الكنترولات، تمام، حاجة اضغط علامة الزايد واختار مثلا الـ AST 1 و 2 علامة الصح، بعد كذا اختار اي محاليل ابغى اسوي لها، بعد كذا نكست، الكنترول 1 احطه، حضغط واحطه في اي مكان، يعني ما حيعطيني بوزيشن معين زي السامبل، وحضغط على كنترول 2 واحطه برضه في اي مكان واعمل صح، اعمل رن. في اشياء مهمة لازم نسويها على الجهاز برضه، زي المينتنس،
هنيجي هنا في الاوفر فيو، هنيجي علامة المينتنس من هنا. يعني الميزة في الجهاز يعطيك الوان عشان يوريك فين المشكلة يعني. فزي ما شايفين هنا كله اخضر، هذه الخطوات ما نحتاج نسويها اليوم. فهنا في خطوة مثلا ديبروتينايز بروب، هذا باللون الاحمر، هذا الديبروتينايز نسويه يوميا. فحنضغط عليه ونعمل نكست، بعد كذا تشوف التعليمات وتمشي عليها تعمل نكست. في الاكتيفيتور هذا نحضره نحطه في بوزيشن واحد زي ما مكتوب، وفي الديبروتينايزر برضو يجي جاهز نحطه في الكب ونحطه هنا في 2، بعد كذا نعمل اوكي. بعد ما يخلص الرن حيصير ستاند باي، بعد كذا نرجع نشوف الخطوه اللي بعدها كلين بروب مانيولي. الخطوه هذه حنحتاج سواب عشان ننظف البروب الموجود هنا، هذا البروب حنفك الغطاء، برضو شرحته في الفيديو السابق بشكل سريع، حنفك الغطاء وننظف البروب بالكحول. بعد ما تخلص حنضغط برضو حنضغط اوكي، بعد ما تخلص اوكي هو حينظف ويخلص الدورة حقت النظافة، وبعد كذا يصير ستاند باي عشان كل الايقونات هنا تصير باللون الاخضر. في معلومة برضو مهمة جدا لازم تعرفوها، احيانا هنا تكون في اشكالية هنا في الموية، احيانا الجهاز يسحب هواء فما يرضى يشتغل معاكم الجهاز، فحيقول لك في مشكلة او الاير يعني الجهاز سحب اير او ما حيوقف، لازم تسوي له كاليبريشن. كيف اسوي للجهاز كاليبريشن؟ من نفس ايقونة المينتنس، تمام؟ في خيار هنا اسمه قبل الاير ووتر او يعني اير ووتر كاليبريشن حنسوي البرايم فلود. اتاكد هنا ان انا حطيت المحلول او الووتر عبيته تمام، والكلينر هنا تمام، واتاكد انه التيوب هنا او الانبوب هذا واصل تمام في داخل الووتر. بعد كده حامل برايم فلويد سيستم، حامل نكست واعمل اوكي عشان ايش؟ الجهاز يسحب المويه، فيه هواء يكون داخل التيوبات من جوه، الجهاز يبدا يسحب لمده دقيقه من الووتر عشان يخرج الهواء اللي تسبب لنا اشكاليه في التحاليل. بعدها حنجي نسوي اير ووتر كاليبريشن، حنضغط نيكست وحيطلب اني انا اغير هذا الكيوبيت. اذا ضغطت نيكست حيقول لي خرج هذا وحط واحد جديد، تمام؟ اضغط نيكست حيقول لي برضو خرج الثاني، برضو حيحدد لي حيحرك هذا ويحط بوزيشن هو يحدده، احط ديسك او كيوفيت جديده. بعد كذا اعمل اوكي. بعد ما يخلص الكاليبريشن لازم النتيجه تكون اصفار او في حد اقصى 1 أو 2. هو الجهاز ميزته انه الكاليبريشن اذا ما ضبط حيقول لك كان نوت بي بروسيست او فيلد، فما حتقدر تمشي اي شيء على الجهاز لين ما الكاليبريشن يكون ابروفد وسكسسفول. يعني هذا بالنسبة للجهاز الكوبس، حبيت فيه ملاحظات أوضحها. برضو في خطوات ثانية ممكن أنت تسويها بنفسك، ما يحتاج تكلم المهندس، زي الريبليس فوتوميتر لامب، اللمبة أقدر أغيرها يعني بكل سهولة. يعني حضغط أوكي حيقول لك طف الجهاز عشان نغير اللمبة، هتفتح الكفر والكفر الثاني تمام، هنا حتلقى اللمبة. لما انت تطفي الجهاز اللمبة حتكون مطفية، فحنرفع هذه تمام، الحين اللمبة شغالة، ونفك هذه ونخرج اللمبة ونحط اللمبة الجديدة ونغطي تمام ونقفل. بعدها نشغل الجهاز ونجي نضغط على الخطوات هذه اوكي ان غيرنا اللمبة. فبعدها غالبا حيطلب الخطوة اللي شرحتها قبل شوي الكاليبريشن. هذا كان باختصار او بعض الملاحظات اللي تسألت عليها في التعليقات في الفيديو السابق، حبيت اوضحها لكم. واذا في اي سؤال او استفسار عن الجهاز هذا او اي جهاز ثاني اسألوني وحجاوبكم ان شاء الله.
ألتقيكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.